هنبتدي كلامنا على الديلينيشن اوف ابدومينال ليمف نود. المره دي هنتكلم على سكتشات، على سيتيهات. انا شلت خلاص السكتشات اللي كانت مرسومه بالالوان عشان نبدا نتعود اللي نبص على السيتي كويس ونطلع كل اورجان وكل ستراكشر قلناه قبل كده نعرف نطلعه في السيتيهات. اول حاجه دايما كل قط هحاول ارسم باستعمال الانوتيت طول، وبعد كده نمسح الرسم ونرسم القط اللي بعد كده. في القط ده هنبدأ ناخد حاجة حاجة من اللي احنا شايفينها. أنا شايف طبعا الهارت واضح جدا اهوت، أدي الهارت، ده الهارت، ده الهارت كده، ده طبعا السيبتم اللي بتوين التو فنتريكل انتر فنتريكل سيبتم، ده الليفت فنتريكل وده الرايت فنتريكل. طبعا واضح جدا ده الانفيريور فينا كيفا، فبالتالي اللي بين الهارت والانفيريور فينا كيفا ده جزء من السنترال تندون اوف دايفرام، يبقى اللي ما بينهم ده جزء من السنترال تندون اوف دايفرام. زي ما انا شايف كده عندي الابدومينال اورطة انتيرور طبعا للبادي بتاع الفرتبري، ده طبعا الثراسيك اورطة قصدي، عذرة ده ثراسيك اورطة لان لسه في ثراسيك كافيتي. لما يعدي الاورتيك هياتس اللي فوق الدايفرام يتحول لابدومينال اورطة. ده طبعا البادي بتاع الفرتبري رقم 10، وده الانتر فيرتبرال ديسك، باين الانتر فيرتبرال ديسك، ده الانتر فيرتبرال ديسك اللي بتوين التي 10 والتي 11 فيرتبري. عرفته طبعا بالعد، لو انا عدينا هنا ده ال 5، دي 5 4 3 2 1، بعد كده 12 11، انا كده واقف في الانترفيرتيبرال ديسك بتوين 10 و11. طبعا ده الاسوفجاس، اسوفجاس ثراسيك اسوفجاس طبعا برضو لانه ما عداش لسه الاسوفجيال هياتس، يبقى ده الثراسيك اسوفجاس. طبعا دي الليفت لانج والرايت لانج، ملوش لازمه طبعا نخش في اللوبز بتاعتها ديت انهي بارت من اللوبز. عندي الريبس، دي الريبس طبعا، ودي الانتركوستال ماسل، وبره ورا كده في لاتس درساي، وقدام فيه الجزء من الديجيتيشنز بتاعت سريتس انتيريور ماسل. هنا طبعا الريكتس ابدومينس ماسل، الابر بارت بتاع الريكتس ابدومينس ماسل، ده جزء من الكوستال كارتليج، ده كوستال كارتليج. طبعا الريبات اعلى حته دي بدايه الريب رقم 11، ريب 11، فبالتالي اللي قدام ده ريب رقم 10، رقم 9، رقم 8، رقم 7، وده اخر جزء في ريب رقم 6 ماسك فيه الكوستر كارتليج. ناخد القط اللي بعديه. نبتدي أول حاجة بالهارت، ده الهارت، ده الهارت، طبعا ده دايفرام سنترال تندون اوف دايفرام، ده سنترال تندون اوف دايفرام، وده طبعا جزء من الرايت كوبيولا اوف دايفرام، يبقى ده سنترال تندون اوف دايفرام والرايت كوبيولا اوف دايفرام، بتبان طبعا اعلى من الليفت كوبيولا. لو انا حركت من القطات دي سكاجيتال كورونا هناخد بالنا. وده طبعا الانفيرو فينا كيفا، فيش تو شادو باينين كده في الانفيرو فينا كيفا، ده كده الامبريشن او الكونتراست بتاع الليفت هيباتيك فين ورايت هيباتيك فين. طبعا ده الابدومينال اورطة، ده الاسوفيجاس، ده الاسوفيجاس طبعا، ودي ثراسيك فيرتبري رقم، دي ثراسيك فيرتبري رقم 11 تي 11، وطبعا ده شهور ريب رقم 11، ده ريب رقم 11، الليفت ريب رقم 11 والرايت. الخط اللي بعديه
نبتدي الأول بالهارت، آخر جزء من الهارت. طبعا المفروض الدايفرام يكون all around، يعني الدايفرام المفروض يكون around كده كده كده. المفروض الدايفرام يكون around كده 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 كده، عشان طبعا جوه ده كده الليفر، ده كده الليفر اهوت، ده كده الليفر، ده اعلى حتة طبعا في الجروف اوف الفيرو فينا كيفا. واحنا عارفين الجروف بتاع الفيرو فينا كيفا بيرسينج ويز فينز، اللي هي الهيباتيك فينز. طبعا ده الفيرو فينا كيفا، ده حتة من الرايت هيباتيك فين، وده جزء من الليفت هيباتيك فين. المفروض بيبرس الفصة أو الجروف أوف انفيرو فينا كيفا عشان يخشوا في يتحدوا أو يخشوا مع في الانفيرو فينا كيفا. طبعا اللي ورا ده ثوراسيك أورطة زي ما احنا قلنا، وده السوفيجاس، ده الفرتبري رقم 11، ثوراسيك فيرتبري تي 11. طبعا دي ليفت لانج ودي رايت لانج. خش على القط اللي بعديه. القط اللي بعديه هيبقى آخر جزء من الهارت، باين كده. مفروض طبعا الدايفرام يبقى داير ما يدور، يعني ممكن ناخده بالكلر ده، دايفرام داير ما يدور حوالين الليفر. عشان كده كل السيرفيس دي بنسميها دايفراماتيك سيرفيس، لانها تعتبر محاطه من جميع الجهات من بالدايفرام. طبعا ده كده الليفر، ده كده الليفر اللي على شمال انفيرو فينا كيفا، ده اسمه ليفت لوب، واللي على اليمين اسمه رايت لوب. ده طبعا الانفيرور فينا كيفا، باين طبعا البرانشز الليفت هيباتيك فين والميدل هيباتيك فين والرايت هيباتيك فين. ده طبعا ستيل ثوراسيك اورطة ما دخلش لسه لو انا بصيت، وده الاسوفيجاس، ودي جزء من تي، ده الفرتبري تي 11. طبعا ترانسفيرس بروسس بدأت تبان، والارتكوليشن مع الريب ده تي 11. طبعا دي الليفت لانج برضو ودي الرايت لانج. هنا هوت لو انا سنترت على الاورطة اهو، شايفين كليري جدا اللي لسه الاورطة ما دخلش عند القط ده كده اهو، الكريورة دي طبعا هنا الكريورة بدأت تحت الكراس هيت، عدى الابدومين الاورطة. يبقى ده الحتة دي كده ديت اسمها الابدومين الاورتيك هيتس او الاورتيك اوبننج، اللي الاورطة هيعدي من الثوراسيك كافيتي يخش داخل الابدومين الكافيتي. ناخد القط اللي بعديه. في القط اللي بعديه هنرسم، طبعا ملوش لازمة نبدأ نفكر في الديافرام، خلينا بقى في الليفر. ادي الليفر، ده جزء من الديافرام طبعا، شور ده جزء من الديافرام، ده كده الليفر، ده كده كل ده ليفت لوب، وده كده الرايت لوب. طبعا الانفيرو فينا كيفا بتبقى موجودة داخل الجروف، فطبعا ده الجروف بتاع الانفيرو فينا كيفا، ده الانفيرو فينا كيفا طبعا، ودي البرانشز اللي احنا قلنا عليها، الليفت هيباتيك فين والميدل هيباتيك فين والرايت هيباتيك فين. بدأ طبعا لو احنا لاحظنا السوفيجاس بدل ما كان موجود مور بوستيرولي انتيرور للاورطة، بدأ يفصل على الاورطة ويخش قدام اكتر، عشان هيعمل طبعا امبريشن على البوستيرور سيرفيس بتاع الليفت لوب. وهو طبعا لازم يعمل الحركة دي، اللي يجي من البوستيرور من عند البوستيرور ميديستاينم يخش انتيرولي عشان يعمل الجاستوس فيجال جانكشن في ليفل انتيرور عن الليفل اللي هو موجود فيه في الثوراسيك كافيتي. فلازم نتحرك من قدام، من ورا، من قدام الاورطه عشان يروح في ظهر الليفر. طبعا ده لسه ستيل الثوراسيك اورطه،
ودي الفرتبري لسه، دي الفرتبري رقم 11 رجعنا اهوت. لو دخلنا بالقط ده كده قدام اهو، يبقى انا موجود لسه، جاستر سوفيجال جنكشن ما جاتش. دي القط ده انا شفناه، القط ده اتكلمنا عنه، ده اتكلمنا عنه. يبقى القط اللي بعديه ده هنبدأ بالليفر زي كل مرة، ليفت لوب اوف ذا ليفر. طبعا خلاص لزق، خلاص الاسوفاجس لزق في السيرفيس، البوستيرور سيرفيس اوف ليفت لوب، ده الليفت لوب وده الرايت لوب. الجروف طبعا ده الجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا، جواه الانفيريور فينا كيفا، وطبعا الفينز الميدل و الرايت، وده طبعا ده جزء من السيجمنتال برانشز بتاعت البورتال فين. الاسوفاجس موجود بوستيرور خلاص لزق فيها، بدأت أول حتة في الجاستروفيزيال جانكشن، يعني الاسوفاجس بدأ أول نطقة هي في الجاستروفيزيال جانكشن بدأت تبان. ده ثوراسيك أورطة والبادي بتاع الفرتبري، أنا لسه في البادي بتاع الفرتبري رقم 11، دورسال فيرتبري او ثراسيك فيرتبري رقم 11، يبقى تي 11 او دي 11 فيرتبري. طبعا انا مش عايز اقول الديفرام اول راوند دي خلاص مفروغ منها. نسنتر نفسنا عند الاسوفجس اهو، اهوت بداية الجسر السوشيال جنكشن، يعني بدأ ده جزء من الابدومينال اورطة او ترمينيشن بتاع قصد الابدومينال اسوفاجس، بدا الثوراسيك اسوفاجس يترانسميت داخل الابدومينال كافيتي. هيعدي دلوقتي هنلاقي تو كراس موجودين لافين حوالين الليفت كراس، لفه حوالين الاسوفاجس عشان يعدي الاسوفاجس من تحتها عشان يتحد مع الاستومك ويعمل جاسترو اسفيجيال جنكشن. القط اللي بعديها معلش عايز اشيل النورمال فاليوز واشيل الريجونز مش عايزينهم. هنيجي هنا بقى تاني نكمل رسمنا. هنرسم اول حاجة زي ما اتعودنا الليفر، الليفر ادي الليفر طبعا، الفيشر بتاع الليجمنتوم فينوزم بدأ يبان، ده كوديت لوب هيبقى محصور ما بين الفيشر اوف الليجمنتوم فينوزم والانفيرو فينا كيفا جروف او الانفيرو فينا كيفا. ده كده الليفر تمام. عندي ده الانفيرو فينا كيفا، ده الانفيرو فينا كيفا، وطبعا دي جزء من الهيباتيك فينز، ده جزء من الهيباتيك فينز، ده الهيباتيك فينز. ده ستيل ثراسيك أورطة. عندي ال ده كده الفرتبري اخر جزء، وبدأ الانترفيرتيبرال ديسك يبان اهوت، الانترفيرتيبرال ديسك بيبان هايبودنس فبدأ يبان. الاسوفاجس بقى لاحظ الاسوفاجس بقى كبير شويه في الحته دي، ادي الاسوفاجس اهوت، ده الاسوفاجس عشان بدأ يبدأ يتحد مع الاستومك. طبعا ده كله الدايفرام، ده جزء من الدايفرام اول اراوند. عندي ال كده ده جزء من الجاسترو اسوفيجيال جانكشن. طبعا الكارد دي هتبقى في القط غالبا اللي بعد ده او اللي بعدين. نروح للقط اللي بعد كده. القط اللي بعد كده نبتدي بالليفر، ايه ده الليفر
الليفر اهوت، الفيشر وفليجمانتم فينوزم، الكوديت لوب، الكوديت لوب، الجروف اوف انفيريور فينا كيفا، ونكمل كده كده رايت لوب. يبقى الرايت والليفت ده الكوديت، كوديت لوب. طبعا بدأ الاسوفجس الجزء ده، انا عايز اعمله بكرر تاني. ده كده اخر جزء في الاسوفجس، دي منطقة الكارديا، وده الاوبننج، الكارديك اوبننج. يبقى ده كده جزء من الفاندس، ده جزء من الفاندس لحد هنا كده، وبعد كده ده جزء من البادي. الجي شيبد بتاعت الاستومك، لو احنا لاحظنا الجي شيبد او الاستومك فيها مشكلة، الاستومك لو واقفة تماما معدولة هتبقى عاملة زي الاسطوانة، فالكات فيها يعمل، ولكن ميل الاستومك للاستومك جاية من بوستيريوري رايحة الانتيريوري، فده هيخليها اقدر اشوف كذا بارت مع بعض. يعني انا شايف الكارديا هنا وشايف جزء من البادي بتاع الاستومك، فبالتالي اللي ماشي ده الجريتر كيرفيتشر، واللي هنا ده الليزر كيرفيتشر بتاعت الاستومك، ده كده الليزر كيرفيتشر وده الجريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك. ويبقى اللي موجود في المنطقه البوستيريوري ده منطقه الفاندس، واللي موجود مور انتيريوري ده منطقه البادي. يبقى ده البادي بتاعت الاستومك ودي الفاندس بتاعت الاستومك. يبقى لو حبيت افصصها اكتر، دي كده منطقة الكارديا والفندس of the stomach، ودي كده منطقة البادي of the stomach. فبالتالي ده كده greater curvature، ده greater curvature، وده كده related liver lesser curvature. طبعا احنا عارفين الاستومك بتعمل امبريشن، يعني الفاندس اوف ذا ستومك عامل امبريشن، الاسوفاجس عامل امبريشن على البوستيرور سيرفيس اوف ليفت لوب، وبعدين الفاندس عامل امبريشن على الليفت لوب، والبادي بيعمل امبريشن على الانفيريور سيرفيس جزء من البوستيرور، ومعظم الانفيريور سيرفيس بتاع الليفت لوب. طبعا عندي بدأ يبان حاجة جديدة، ده اعلى حتة في السبلين. السبلين طبعا ليه فيسرال سيرفيس اليمادي ريتد للاستومك، وليه دايفراماتيك سيرفيس ليد دايفرام، لان طبعا ده جزء من الدايفرام، كل ده الدايفرام اول اراوند، المفروض يبقى الدايفرام اول اراوند كل الاورجان. طبعا دي جزء من الكراس هيت شايفينها، يبقى الكراس بعيده عن بعضها هيت، يعني دي جزء من اللوب بتاع الكراس، ففتح عشان يخش فيه الاسوفاجس. يبقى القط اللي فوق كان جزء منه الاسوفاجس موجود في سراس الكافيتي، وجزء منه موجود في الابدومال كافيتي، لان ده الكراس موجود مفتحه، دي بدايه الكراس اللي هي الرايت كراس اوف ذا فريم. نروح للقط اللي بعديه. القط اللي بعديه هنبدأ برضو بالليفر زي كل مرة، دايما نبتدي بالليفر. ده كده الليفر، فيشر اوف لجمنتوم فينوزم، الكوديت لوب، الجروف بتاع الانفيريور فينا كيفا، وبعد كده كمل، وده الانفيريور فينا كيفا، ده الانفيريور فينا كيفا. عندي بدأ يبان حاجة تاني جديدة، ده البورتال فين، ده الليفت بورتال فين، ده الليفت بورتال فين اهوت، ليفت بورتال فين. عندي الاستومك بقى، ده كده الجزء ده كده ده لحد هنا كده، ده الفاندس بتاعت الاستومك، والجزء المور انتيريورلي ده جزء من البادي. فبالتالي هيتحقق عليها قاعدة الجي شيب، يعني اهي الجي كده، لان انا بعد كده هروح كده في القط اللي بعد كده عشان اعمل البايلورس، فيبقى الجزء اللي ده كده اللي نازل، واللفة دي هي منطقة البيرورس، البيرورس كانال وبيريك أنترم هيبانوا تحت، فيبقى شكلها جي شيبد في الكات سيكشن. ده كده السبلين
الاسبرين اهو طبعا، ده الفيسرال سيرفيس دي للاستومك، وده الديافراماتيك سيرفيس طبعا، ده الديافرام طبعا. انا عندي الكراس باينه اهيت، ديت جزء من رايت كراس بتاع الديافرام باينه هنا اهيت طبعا، قلنا عشان هتفتح عشان يعدي منها الاسوفاجس. عندي طبعا زي ما احنا شايفين الليفت لوب ريليتد للبادي وجزء من الفاندس اوف استومك، ده طبعا لسه ستيل ثراسك اورطه. لاحظ ان انا هنا في القطات بدخلت في الفرتبرايه الاخيره اللي هي الدي 12، وبدا الريب الاخير اللي هو اللاست ريب يبان اهو، لاست ريب بدأ يبان الارتكوليشن بتاعه مع البادي بتاع الفرتبري التي 12 فرتبري. طبعا احنا عارفين ريبات معظمها بتارتكوليت مع البادي والترانزفيرز بروسيس بتاعت الفرتبري. يبقى طبعا دايفرام، قلنا ده الدايفرام المفروض لافف اول اراوند، يعني الدايفرام هنا سك اهو باين، في بعض الحتت بتبقى فليشي فبيبان فيها الدايفرام سك، وفي حتت بيبان فيها سن بتبقى عبارة عن تندينيوس بارت فبتبقى سن. القط اللي بعديه، في القط اللي بعديه هنبتدي زي العادة، هنبتدي بمين؟ بالليفر، تعودنا خلاص، ادي الليفر ريليتد للستومك الفيشر اوف لجمانتوم فينوزم، بعد كده الكوديت لوب الجروف بتاع الانفيرور فينا كيفا موجود على البوستيرور سيرفيس، بعد كده كمل الدايفرام طبعا هنا باين جدا سك هنا جدا اهو باين، كمل طبعا عندي اللي هناك ده الانفيرور فينا كيفا، دي سيجمنتال برانشز من البورتال فين، ده طبعا الليفت بورتال فين، وادي المقسومه اهوت مقسوم لبرانش ميديال وبرانش لاترال، ادي الميديال برانش وادي اللاترال برانش، ده اللاترال وده الميديال. طبعا عندي ارتري باين هناك اهوت، ده الليفت ليفت هيباتيك هيباتيك ارتري. عندي الاستومك جزء، ده كده جزء من الفندس، اخر جزء من الفندس، وقدام ده كده البادي اوف ذا ستومك، فبالتالي ده كده الليزر كيربيتشر وده كده الجريتر كيرفيتشر. يبقى ده الليزر كيرفيتشر ريليتد لليفر، والجريتر كيرفيتشر ريليتد للسبلين. نلاحظ بقى تاني السبلين اهوت، ناخده بالكلر ده السبلين، الديفراماتيك سيرفيس والفيسترال سيرفيس ريليتد للاستومك، الكريوره بتاعت الدايفرام واضحه جدا، بدات الكراس الليفت كراس تبان، انا كنت دايما شايف الرايت كراس، ادي الليفت كراس بدات تبان لسه ستيل موجوده قدام الابدومين الاورطه، والرايت كراس هنا هيت ورا الليفر ريتد للليفر، بتعمل امبريشن طبعا على الراي على الجزء على الكوديت لوب وجزء على الرايت لوب اوف ذا ليفر اللي بيبقى فيه امبريشن عليه للكراس اوف دايفرام. طبعا الديفرام باين هنا برضو موجود في الحتة دي، انه هيفصل ما بين اللانج والاستومك، انا شايفه هناك اهوت، اهو ده جزء من الديفرام زي ما قلنا، بيبقى في بعض البارتات سك وبعض البارتات زي هنا كده سن يا دوبك مع لافف، وهنا برضو سن، هنا في سك بارت من الديفرام اهو، ده سك بارت من الديفرام طبعا، لسه ستيل ثوراسيك اورطه ما دخلش الابدومين، ودي الفرتبري رقم 12 تي 12، وده رب رقم 12 هو اتعمل ارتكوليشن مع البادي بتاع الفرتبري. الخط اللي بعديه نبتدي زي العادة بالليفر، ليفت لوب اوف ليفر ريليتد للاستومك لان البوستيرور سيرفيس اللي جمانتم في فينوزم، الكوديت لوب
وبعد كده الجروف بتاع الفيروس فينا كيفا، وبعد كده كمل الرايت لوب، رايت ليفت كوديت تحت عندي، ده الليفت برانش اوف بورتال فين. طبعا احنا قلنا الليفت برانش اوف بورتال فين بيتميز بحاجتين، اللي هو لونج لانه بيروح من البورتا هيباتس في تحت خالص يمة الليفت لوب، فبياخد مسافة كبيرة، وبعد كده يبدأ ينقسم للميديال واللاترال برانشز بتاعته، وبيبقى سن عن الرايت. بعد كده هنا عندي هنا اهوت في الليفت برضو هيباتيك ارتري، الاستومك بقى عندي الاستومك، جزء من الفاندس اوف ذا ستومك او يعتبر الجزء الاخير من الفاندس اوف ذا ستومك. الميل طبعا اللي في الاستومك هو اللي بيخلي الفاندس يبان مع البادي، الجزء الاخير ده الفاندس، والجزء القداماني ده البادي بتاع الاستومك، ده البادي بتاع الاستومك اهوت. الاير طبعا المفروض الفاندس لو الانسان واقف ابرايت الفاندس اللي هيبقى مليان هواء، بس الانسان لما بينام على ظهره الهواء بيروح في الموست انتيرور بارت في الاستومك، لان الفلويد بينزل ديبندنت لتحت فيملى منطقه الفاندس، وتصبح المنطقه اللي فيها الهواء هي منطقه البادي زي ما باين هنا، دي الاير باب اللي هي طالعه قدام. لو انا مسحنا ده كده طبعا ده كده ده كده الجريتر كيرفيتشر، وده كده الليزر كيرفيتشر، بدأ يبان في ارتريس تبان على الليزر كيرفيتشر دي. دي ممكن الارتي دي الليفت جاستريك ارتري وفينز التيرمينال برانشز بتاعتها. السبلين بقى عند السبلين اهو، ده كده الفيسرال سيرفيس اوف ذا سبلين، وده كده الديافراماتيك سيرفيس اوف ذا سبلين. الابدومينال لسه ستيل ثوراسيك اورطه، عندي الكراس بتاعت الديافرام، عندي الليفت كراس والرايت كراس، ما بينهم الحته السكه قوي دي الميديان اركويت ليجمنت ما بينهم. لسه طبعا ده لسه ستول ثوراسيك اورطه، ده البادي بتاع الفرتبري رقم 12 تي 12، ولسه الريب رقم 12 ماسك فيها اهوت، ريب رقم 12. عد هنا الواحد 5 4 3 2 1 ودي 12. ثوراسيك فيرتبري الديفرام طبعا باين سك في الاطراف. يبقى انا عندي الاستومك برضه ريتد للليفت، لسه الجزء من البادي بتاع الاستومك. انا ممكن القط ده لو انا حركت اتاكد من النقطه دي، يعني لاحظنا الجزء ده الفاندس اهو، ده جزء لسه من الفاندس وذا ستومك، لان يعني لسه منطقه الجاستروسيجيال جنكشن ما انتهتش، منطقه الكارد ما انتهتش. لو احنا كبرنا الحته ديت بالعدسه وبصينا نجيب العدسه اهيت ايه دي، انا طبعا المشكله اللي دي اتحركت ايوه ادي الجزء، هاجي دي واروح هنا اهي اهي، شايفين الجزء ده كده لسه الجاستروسيجيال جانكشن منطقه الكارد ما انتهتش، يعني ديت الفاندس فاضل له قط كمان ويخلص منطقه الفاندس. نرجع نشيل كل اللي احنا عملناه ده، نخش على القط اللي تحتيه. القط اللي تحتيه هنبتدي زي العادة بالليفر، ادي الليفر بدأ الليفر يفصل، خلي بالكو هيفصل عشان يعمل يعمل الليجمنت اللي هو اسمه الهباتو جاستريك ليجمنت، الباتو جاستريك ليجمنت طبعا الفيشر اوف الجمانتوم فينوزم، ويعمل هنا الجروف، ادي الجروف وادي البوستيرور سيرفيس، الانفيرور فينا كيفا طبعا ده الانفيرور فينا كيفا اهوت،
الجروف، ده الليفت برانش بورتال فين، ده الهيباتيك الليفت هيباتيك، دي طبعا سيجمنتال برانشز من الرايت هيباتيك من الرايت بورتال فين، الاستومك جزء من الفاندس بوستيرلي، ده كده جزء من الفاندس، وانتيرلي البادي، فبالتالي ده كده ليزر كيرفيتشر وده كده جريتر كيرفيتشر. في فاسكليتشر باين اهي، يعني اللي فوق دول الشورت جاستريك، واللي هنا دول الليفت جاستريك بيبلويك، دول كده الليفت جاستريك بيبلويك، واللي فوق دول الشورت جاستريك ارتري وفينز. هنا بدأ يبان ارتري، باين اهو رايح جاي من بوستيريور رايح لقدام، ده الليفت جاستريك ارتري، يبقى ده الليفت جاستريك ارتري. لو مسحنا نمسح شايفين الارتريز او الفيزلز دي الشورت، واللي هنا دي الجاسترو بلويك، دي البرانشز بتاعت الجاسترو بلويك الرايت جاسترو بلويك، وده الليفت جاستريك ارتري اللي هو نعمله بخط بس لو بلاد فيزل اهو، ده كده السبلين، فيسرال ديفريماتيك سيرفيس، نجيب بقى الكراس بتاعت الديافرام، دي الليفت كراس والرايت كراس او ديافرام، والميديان اركوت ليجمنت ان بتوين، وراهم لسه الابدوم الثوراسيك اورطة، ما دخلش لسه الابدوم الكافيتي، وطبعا دي البادي بتاع الفرتبري، دي 12 فرتبري، دي 12 او تي 12 فرتبري، ياخد القط اللي بعديه. نبتدي أول حاجة بالليفر، الليفر اهوت طبعا بدأت الحتة دي تفتح، فبمعنى ذلك البورت هيباتس قربت أخش على البورت هيباتس، معنى اللي الاقي الليفت لوب يفصل عن رايت لوب في الحتة دي والكوديت لوب يصغر، يبقى أنا كده اللي أنا عارف البورت هيباتس تحت الكوديت لوب، لما ينتهي الكوديت لوب يبقى البورت هيباتس تبتدي. دي كده الفيشر أو الجروف، ده الانفيرور فينا كيفا، ده الليفت برانش اوف بورتال فين، طبعا ده الهيباتيك الهيباتيك الليفت برانش اوف هيباتيك ارتري، عندي البلود فيزلز ده غالبا جزء من السبلينك، ده السبلينك غالبا مع الليفت، يعني ده كده بداية السبلينك، وده الليفت لفة الليفت هيباتيك الليفت قصدي الليفت جاستريك، ده الارتري ده ممكن يكون يا الكومن هيباتيك ارتري من تحت، لو منزل تحت ده يا الكومن هيباتيك ارتري يا جزء من الليفت جاستريك، الليفت جاستريك بقى طرشه شوية، فممكن يبقى يبان في مقطوع لوحده مفصول عن بعضه. طبعا الاستومك، ده الاستومك انا غالبا كده الجزء ده كده اخر جزء من الفاندس، والجزء ده البادي بتاعت الاستومك مفصوله طبعا بالليسر ساك، عندي هنا السبلين، ده السبلين فيسرال سيرفيس، ده طبعا الانتيرور اند او اللاترال اند، وده الميديال اند، دي بتبقى مدببه شويه ودي بتبقى برود، دي اند ودي اند، دي بتبقى مبططه شويه ملفوفه شويه ديت مدببه شويه، طبعا ده السيرفيس اللي هيبقى الانفيريور سيرفيس اللي هيبقى ريليتد للكدني اما تبان، عندي التو كراس اوف دايفرام، تو كراس اوف دايفرام، ادي الليفت كراس والميديان اركوت ليجمنت والرايت كراس اوف دايفرام،
عندي الابدومينال قصدي الثراسيك اورطة، والبادي بتاع الفرتبري، البادي والفرتبري. انا كده غالبا في اخر جزء من التي 12 فرتبري. نمسح نشيل دي عشان نبدأ نعرف ده، هل ده انهي ارتي؟ انا قلنا دايما نتابع من تحت. اه يبقى ده السيلياك، مدي برانش وده السبلينك. يبقى الحتة دي من السبلينك، لا ده الليفت جاستريك، ده جزء من الليفت جاستريك، وده السبلينك وده جزء من الليفت جاستريك. الخط اللي بعديه هنبدأ برضو بالليفر زي العادة، هذا الليفر تمام. ده كده الكوديت لوب، بدأ الكوديت لوب يصغر جروف، وبعد كده كمل الرايت لوب، طبعا ده الليفت لوب. ده جزء من البورتال فين، من الليفت برانش بورتال فين، ده جزء من الليفت برانش وبورتال فين. ده كده غالبا الكومن هيباتيك ارتري، او لا ده الهيباتيك ارتري بروبر، ده الهيباتيك ارتري بروبر، وده الليفت جاستريك ارتري، ده طبعا السبلينيك ارتري اللي رايح كده، ده السبلينيك ارتري عندي، ده السبلينيك ارتري عندي هنا. الشادو ده الاستومك، دي كده الاستومك اهي، طبعا ده البادي، دي كده الحتة اللي عاملة دي كده، دي كده الانشورا انجولاريز على الليزر كيرفيتشر اهيت انشورا انجولاريز، فبالتالي اللي ده البيلورس، يبقى ده البيلوريك انتر، يبقى الجزء ده الانترم وده البادي اوف ذا ستومك. طبعا ده كده لفة دي كده، ديت الجريتر كيرفيتشر، واللفة اللي هنا دي الليزر كيرفيتشر، يبقى ده جريتر كيرفيتشر وده الليزر كيرفيتشر، دي التشورا انجولاريز اللي هتفصل بين البادي والانتر. في حاجة بقى ظهرت جديدة طبعا شايفينها، اللي هي دي كده، دي كده، دي لفة كده، دي البنكرياس، دي البنكرياس. طبعا بيبان قبليها السبلينيك ارت بيمشي على السوبيرو بوردر بتاع البنكرياس، فعشان كده بان الاول وبعد كده بان مع البنكرياس بوستور سيرفيس، لما انزل تقطع تحت يبان السبلينيك في. يبقى انا عندي ده البنكرياس زي ما احنا شايفين، الاستومك راسي عليه طبعا فوقيه وراسي عليه، وفوقه السبلينيك ارتري، عندي الابدومينال اورطة، التو كريورا بتوع الديفرام، الرايت الليفت كراس، والاركوت ليجمنت سيك جدا اهوت، والليفت كراس اوف ذا فريم، عندي السبلين، ده السبلين اهو طبعا في بلاد فيزلز بدات تبان، في هنا حته كده تروجينس ممكن تكون بدايه الرينال، السوبر رينال، ليفت سوبر رينال، هيبان في القط اللي بعديها هل هي بدايتها ولا لا. طبعا دايفرام سيركل هنا كده ضد دايفرام اهو، مفيش مشكله. لاحظ ان الليفت لوب هو ريليتد للانترم، بدا الليفت لوب ريليتد للانترم، وبعد كده هيبقى البيروري كانال هتريليتد ل هتعدي قدام الجول بلادر، هتعدي قدام الكوادريت لوب، انا خلصت الكوادريت، هي بتعدي قدام الكوادريت لوب، ويبقى ماسك فيها فيرست بارتي يبقى ريليتد للجول بلادر، وبعد كده السكند بارتي ريليتد للرايت لوب، رايت لوب اوف ليفر. يبقى انا كده حطينا معظم الحاجات، نمسح
خش على القط اللي بعديه. القط اللي بعديه نبتدي برضو زي العادة بالليفر. آدي جزء من الليفت لوب، آخر جزء بورتا باتس. طبعا كده بدأت تبان تماما، لأن لاحظ ما عادش فاضل إلا بروجيكشن صغير خالص، اللي هو اللي من الكوديت لوب، آخر جزء من الكوديت لوب. يبقى ديت كده المنطقة اللي أنا بعملها دي كده منطقة البورتا باتس. عادي كده الليفر، طبعا الجروف بتاع الانفيرو فينا كيفا. عادي الانفيرو فينا كيفا، زي ما احنا شايفين طبعا البورتال فين موجود داخل بورتا هباتس. عندي الاستومك، جزء من البادي اوف ذا ستومك ده كده لحد هنا، وجزء من البايلورس، قصدي من البايلوريك انترم، دي مايلوريك انترم لسه هيسلم بعد شويه البايلوريك كانال. يبقى ده جزء من البادي، ده طبعا دي كده جزء من الليزر كيرفيتشر، ده كده الجزء من الليزر كيرفيتشر، وده كده الجريتر كيرفيتشر اللي ماشي كده، ده كده الجريتر كيرفيتشر، يعني كل ده اللي قدام ده كده جريتر كيرفيتشر، ده جريتر كيرفيتشر وده الليزر كيرفيتشر. ده طبعا البنكرياس اهوت، البنكرياس كل ده البنكرياس، وراه طبعا بدأ يبان السبلينيك فين، شايفين السبلينيك فين وايد، السبلينيك ارتري شورت، بيبقى قصدي نارو، الدايمتر بتاعه اصغر، ده كده السبلينيك ارتري. عندي التو كراس اوف ديفرام، لو احنا لاحظنا هنلاقي التو كراس اوف بتاع الديفرام فتحوا وبدأ يعدي من بينهم، الاورطة هيعدي اهوت، بدأ يبان بداية السيلياك، بداية السيلياك طبعا دي الليفت ادرينال وده الرايت ادرينال شادو، ده الشادو بتاع الرايت ادرينال اللي هنا ده اهو، ده الحتة دي كده، ده الشادو أو جزء من الأدرينال. وطبعا الليفت كيدني بدأت تبان ريتد لي سيرفيس انفير سيرفيس بتاع البنكرياس، جزء من الفيسرا سيرفيس، طبعا منهم الميديال ايدج بتفصل الجاستريك امبريشن على الرينال امبريشن. عندي هنا في حاجة بدأت تبان، هي دي جزء ممكن تكون من الجوجنال لوبس أو تكون من الفليكتشر اللي هو السبلينيك فليكتشر، أعتقد ده جزء من السبلينيك فليكتشر، بداية السبلينيك فليكتشر. وطبعا ده قلنا ده كده جزء من البادي أوف ذا ستومك، ودي من البايروريك، ده كده لحد هنا كده ديت البادي، وده البايلورس، بايلورس عندي بقى فيه بلاد فيزلز بدأ يبان ده كده، طبعا نقدر نعرفه منين لما انزل تحت واشوف القطات واشوفه مرتبط بإيه. يبقى ده جزء من السبلينيك ارتري، ده جزء من السبلينيك ارتري، ده طبعا ما قلتهوش، ده الكومن هيباتيك ارتري، ده الكومن هيباتيك ارتري، ده الليفت جاستريك، ليفت جاستريك، ليفت جاستريك، ده الهيباتيك بروبر، هيباتيك ارتري بروبر، ده الليفت جاستريك برضه. يبقى ده اللي كنت واقف عنده الليفت جاستريك، هنا اهو ده الكومن هيباتيك، ده الكومن هيباتيك ارتري او الهيباتيك ارتري بروبر، لانه المفروض هيدى الفري برانش بتاعه اللي هو الجاستر دودينال.
يبقى القط ده انا اتكلمنا عنه، ناخد القط اللي بعديه. القط اللي بعديه نبتدي بالليفر. الليفر بورت هيباتس طبعا، لان ما عادش فيه كوديت لوب، انتهى الكوديت لوب تماما. ديت الرايت لوب، الليفر، البورتال فين منور هنا، هو دي البورت، كل ده البورتال فين، ده البورتال فين، ده الهيباتيك ارتري بروبر رايح يمت الليفر عشان يخش جوه البورتا هيباتس، الفري ايدج بتاعت الليزر ساك، يعني دي كده المفروض منطقة الفري ساك او الفري ايدج بتاعت الليزر ساك، الليزر اومنتوم، الداك طبعا، البنكرياس، ده الجزء من البادي بتاع البنكرياس والنك بتاعت البنكرياس، ريت طبعا للبايلوريس، بايلوريك انترم بايلوريك كانال، وراه طبعا ده كده السبلينيك فين، وده طبعا السيلياك ترانك كان بدأ تحت، ده السيلياك ترانك، سيلياك ترانك ده كده السيليك ترانك، ده بقى كده الابدومينال الاورطة، يعني التو كراس اتفتحوا عن بعض، التو كراس طبعا هنا كبار جدا وفتحوا بعيدوا عن بعض، الادرينال جلاند المثلث ده والشادو ده كده او الحته دي، ديت الليفت والرايت ادرينال جلاند، الكيدني الليفت كيدني طبعا بان قبل الرايت كيدني، ليه تدريب رقم 12 اهوت، 11 و12، 11 و12، كدني اللي تحت بقى اللي هي الرايت هتبقى ريتد للريب ال 12 بس، مش هتريت لل 11، لاحظ الريب دي ريتد للريب ده وده. سبلين، فيسرال سيرفيس طبعا الجاستريك امبريشن انتهى، فبالتالي هتبقى ريتد للكدني بوستيرلي او يمت تحت الميديال ايدج، وانتيرلي هتبقى ريتد للليفت كوليك فليكشر اللي هو السبلينك فليكشر، يبقى ده كده الليفت كوليك فليكشر اهو، ده الليفت كوليك فليكشر، ده الليفت كوليك فليكشر. الاستومك ايه اللي باقي منها؟ باقي منها منطقة البايلوريك انترم، اخر بارت في البايلور في الجاست في البادي والبايلوريك انترم، وبدأ البايلوريك كانال تبان اهي، دي بداية البايلوريك كانال اهي في الجزء ده كده، البايلوريك كانال ناخد القط اللي بعديه. نبتدي الأول بالليفر، الليفر، الليفر بدأ الجروف يختفي بتاع الفيروفينيكيفا، لأن طبعا اللي أنا بدأت دي الفيسرال سيرفيس، ده الفيسرال سيرفيس أوف ليفر، لأن منطقة البورت هيباتس بدأ اهيت، وده اللي بنقول عليه الانفيريور او الفيسرال سيرفيس. طبعا ده كده البورتال فين، بورتال فين اهو، ده البورتال فين، الهيباتيك ارتري بروبر، ده الكومن هيباتيك، وده الهيباتيك ارتري بروبر، طبعا تبدأ تبان الجول بلادر، الجول بلادر بدأت تبان، ادي الجول بلادر، جزء من الجول بلادر، عندي الاستومك، البايلوريك انترام والبايلوريك كانال، وبدأ يبان الفيرست بارت اوف ديودينم الجزء ده كده، ده الفيرست بارت اوف ديودينم، البنكرياس اهوت، عندي جزء من البنكرياس هنا كده، ده جزء من النيك بنكرياس، وادي مسلم لجزء من البادي بتاع البنكرياس، ده كله بادي بتاع البنكرياس، بدأ يبان فين هنا اهوت، يبقى ده السبلينيك فين وده السبلينيك فين، في تو ارتريز، ارتري رايح كده وارتري رايح كده، يبقى الارتري رايح ده غالبا السبلينيك ارتري، ده جزء من السبلينيك ارتري، ده كده
انا طبعا انا كان عندي ده السبرينيك ارتري وده الكوما نيباتيك ارتري، سبرينيك ارتري وكوما نيباتيك ارتري. طبعا في برانش صغير كده، ده غالبا الليفت جاستريك فين، لان المهام تبعه غالبا تحت، لو لقيته اتحد مع البورتال فين يبقى ده الليفت جاستريك فين. عندي طبعا السبلين دي طبعا الليفت كيدني، الرايت كيدني بدأت تبان اهي، تلاحظ الرايت كيدني ريتد لريب واحد اللي هو ريب رقم 12 اهو. عندي ده طبعا الكوليك فليكتشر، الليفت كوليك فليكتشر او السبلينيك فليكتشر ريتد طبعا السبلين الفيسترال سيرفيس اوف ذا سبلين. الانفيريور فينا كيفا طبعا باين انك اهوت، ادي الانفيريور فينا كيفا، في ربنا كيفا ريتد للفيسرال سيرفيس. طبعا عندي جزء صغير باين كده، ده جزء من الادرينال اللي هو اللي هنا، ده جزء من الادرينال ده كده جزء من الادرينال جلاند، الرايت ادرينال جلاند. طبعا ده السبلينيك فينز، هي السبلينيك فينز البرانش بتاع السبلينيك فينز. القط اللي بعديه نبتدي الأول طبعا زي العادة بالليفر، ليفت لوب، الفص أوف جول برادر بدأت تبان. المفروض طبعا اللي موجود في الجزء ده كده ده الكوادريت لوب، يعني الجزء ده كده كوادريت لوب، بس ما يبان أوي الفيشر أوف الليجمنتم تيرز هو اللي هيحدد قوي. ده كده الفيسترال سيرفيس اوف ليفر رايت لوب، الانفيريور فينا كيفا طبعا، ده البورتال فين، السبلينيك فين، وبدأ الاورطة يطلع منه برانش جديد الابدومال اورطة، ده السوبيريور ميزنتريك، بداية السوبيريور ميزنتريك ارتري. طبعا ده السبلينيك فين، ده جزء من السبلينيك فين، ده طبعا البنكرياس اهوت، جزء من التيل اوف بنكرياس، ده التيل اوف بنكرياس اهوت تريتد للكيدني والجزء من البادي والتيل تريتد للسبلين والكيدني. طبعا دي كده منطقة النك بتاعت البنكرياس اهي، دي كده الكابل اللي فوق البورتال فين، ده النك بتاعت البنكرياس. عندي الاستومك اهيت، البايلوريك انترم، البايلوريك كانال، البايلوريك سفنكتر المفروض في الحته دي كده البايلوريك سفنكتر، لان ده طبعا الفيرست بارت اوف ديودينم بيبقى ريليتد للجول بلادر. طبعا الجول بلادر اهيت موجوده في الجول بلادر فصه. بعد كده عندي ده طبعا الديسندنج كولون وده الترانزفيرز كولون. طبعا عندي الجزء ده كده ممكن يكون جزء من الجوجنال لوبس، هيبان طبعا لو انا بصيت عليها القطات اللي تحت. طبعا ده السبلين وديت الليفت كيدني ودي الرايت كيدني، طبعا ده الكراس بتاعت الديافرام اهيت، ودي الليفت كراس، بدأ السواس ماسل تبان، السواس ماسل الليفت سواس ماسل والرايت سواس ماسل وبقية الكراس بقى طبعا، وقصدي اللاترال اركويت ليجمنت، الميديال اللاترال اركويت ليجمنت وبقية الديافرام. فاصل طبعا الابدومينال كافيتي عن الريسس اللي هو رايت وليفت كوستوفرينيك ريسس، دي الرايت وليفت كوستوفرينيك ريسس عباره عن بلورة تو بلورة بس ومفيش ما بينهم لانج، اللانج خلصت فوق. عايز بقى طبعا اتاكد اللي من دي فانا هيقف عليها
احرك تحت وفوق بحيث انا اقدر احدد دي ايه. يعني هنزل دي عايز احددها، بص تحت، ايوه اهيت، طبعا موجودة مع جوجنال لوبس، يبقى ديت جزء من جوجنال لوبس، دي جزء من جوجنال لوبس ريليتد للاستومك طبعا. القط ده يبقى القط اللي بعديه. في القط اللي بعديه هنبتدي الأول زي العادة، الليفر، اد الليفر، جول برادر فصة، inferior service of right lobe related طبعا للكدني وريتد للانفيرور فينا كيفا. بعد كده الانفيرور فينا كيفا بدأ يطلع منه برانش اهو، لاحظ الانفيرور جيف بدأ لونجيتد شوية اليمادي، يعني هيطلع الليفت رينال، لأن الكدني باينة يبقى الليفت رينال فين. قدامها دي آخر الأول حتة في البورتال فين أو آخر حتة في السوبيريور ميزنتريك فين، ودي آخر حتة في السبلينيك فين. عندي الأبدومينال أورتا هوت طالع منه البرانش سوبيريور ميزنتريك أرتري على اليمتين طبعا، الكراس دي كده الليفت كراس ودي كده الرايت كراس بتاعت الديافرام، طبعا دي السواس ماسل، الليفت سواس ماسل والرايت سواس ماسل، دي الليفت كيدني والرايت كيدني. نرسم البنكرياس بقى، ده بادي والتيل بتاعت البنكرياس، وده جزء من النك والهيد اوف بنكرياس مزنوقة ما بين السوبيريور ميزنتريك أو البورتال فين، بورتال فين بوستيرولي ليها، يبقى ده غالبا لسه البورتال فين وده السبلينك. لما ننزل القط اللي بعديه يخلص البورتال فيبتدي على طول السوبيريور ميزنتريك فين. ناخد ده كده جزء من البايلورس، البايلوريك انترم، الفيرست بارت اوف ديودينم كده، طبعا ديت جزء من الساك، الليسر ساك، الجول بلادر فوسا اهيت ريليتد طبعا للفيرست بارت بتاع الديودينم. طبعا الفيرست بارت الديودينم بيبقى فوق البنكرياس، فاحنا لحد دلوقتي فوق الهيد اوف بنكرياس، واما هيبدا السكند بارت هيبقى الهيد بتاعت البنكرياس اللي موجوده. هناخد ده الديسندنج كولون وده الترانزفيرز كولون، وده طبعا جزء من الجوجينال لوبس، دي كلها جوجينال لوبس، دي كلها جوجينال لوبس اهيت ريتد للاستومك. ده طبعا السبلين، ده السبلين، ده كده السبلين، وده طبعا سبلينيك فينز، البرانش بتاعت السبلينيك فين. القط اللي بعديه، القط اللي بعديه نبتدي الأول زي العادة بالليفر، الليفر الفيسرال سيرفيس ده طبعا بتاع الليفر، ليفت لوب والفصة والجول بلادر. الليفت لوب ما عادش بقى منه حاجة تقريبا، ده جزء بتاع الكوادريت لوب، بيبقى موجود تو ليفت من الجول بلادر فصة، دي طبعا الجول بلادر. ده كده السوبيريور ديودينال فليكتشر، لان ده كده الفيرست واللي بدأ ده السكند، يبقى ده السكند والفيرست، الفيرست والسكند باينين مع بعض، يبقى ده سوبيريور ديودينال فليكتشر. البنكرياس الجزء لحد البوردر دي كده ده منطقة النك، والجزء بعد كده ده الانسيت بروسيس وده الهيد، وده جزء من البنكرياس، البادي اوف بنكرياس والتيل اوف بنكرياس. عندي نلاحظ بقى اللي فيه عندي الاستومك، باقي اخر حتة خالص اقل حتة موجودة من البايلوريك، البايلوريك منطقة البايلورس، البادي انتهى اساسا، ديت اللي هي الموست بيننت زون من البايلوريك انترم.
عندي هنا ده ده كده الترانسفيرز كولون، ده الديسندنج ديسندنج كولون، وعندي جوجنال لوبس. لاحظ بقى اللي انا عندي هنا حاجة هنا، هي شايفين ده كده، ده غالبا ده جزء من ال ده جزء من السيرد او الاسندنج بارت بتاع الجوجنم الديودنم، وده الاتحاد بتاعه مع الجوجنم يعني الفليكشر، يعني ده دي الجوجنال لوبس. الفينز بقى عندي ده الانفيرو ميزنتريك فين بيروح يتحد في السبلينك فين، وده السوبيريور ميزنتريك فين، دي الكونفلانت اللي فيها السبلينك فين اتحد مع السوبيريور ميزنتريك فين. طبعا ده السوبيريور ميزنتريك ارتري عدى قدام الرينال فين، الرينال فين بيبقى بيعدي الليفت رينال فين، بيعدي ما بين الاورطه والسوبيريور ميزنتريك، وادي الانفيريور فينا كيفا، الانفيريور فينا كيفا والسوبيريور ميزنتريك، وده السوبيريور ميزنتريك انتيريور للليفت رينال فين. ده الابدومينال اورطه عندي طبعا على الليفت، دي جزء من الليفت كراس، وده الكبيره جدا جدا دي عنها الرايت كراس اوف ديافريم. طبعا ده السوس ماسل ليفت ورايت سوس ماسل، الكدني راسي عليها دي الليفت كدني والرايت كدني. في ارتري باين هناك اهوت، ده غالبا الرايت جاستريك ارتري، غالبا ده رايت جاستريك ارتري. ولا الجاسترو بلويك، بس دي المفروض الكيرفيتشر، جريتر كيرفيتشر، يبقى ده الجاسترو بلويك، ده الرايت جاسترو بلويك ارتري.